لم يعد المبتعثون طلابا دراسيين فحسب، بل أصبحوا أمة تتطلع لتحقيق طموحاتها وتناقش قضاياها وتعالج تحدياتها، بل وتبارك إنجازاتها. هنا في المدينة الصارخة مدينة نيويورك أقامت منظمة بصمات مبتعث لقاءها الدوري لتحتفي ببصمات المبتعثين الناجحة. الهدف الرئيسي من هذا التجمع هو أن نبرز إنجازات المبتعثين زملاء جميعهم في جميع الميادين وجميع المجالات، حتى نبرزها ونحكي فيها أنها كرسالة للوطن أو من الوطن للعالم، كذلك رسالة مننا للوطن أن نرد جميل الابتعاث بإنجازاتنا. اللقاء لم يكن لاستعراض تجارب المبتعثين الناجحة فحسب، بل شملت جلسات ونقاشات تطويرية لمباركة وتثبيت هذه النجاحات. اليوم تشاركنا وصفة للإنتاجية، مجموعة من الطرق الإدارية خلينا نقول المجربة في رفع الإنتاجية وتعظيم الأداء. استطاع المبتعثون أيضا أن يثيروا حراكا ثقافيا على هامش همومهم الدراسية، فأبدعوا في جانب التأليف والتدوين وأنتجوا لنا عدة إنتاجات ثقافية وتعليمية وأدبية، ككتاب على ضفاف البوتاميك والدليل الأمهات المبتعثات. ألفت مجموعة كتب للمبتعثين، عندي ثلاثة مؤلفات. الكتاب الأول هو لاقى أكثر شيء شهرة لأنه يتكلم عن الأمهات، واسمه دليل الأمهات المبتعثات إلى الولايات المتحدة. هنا طموحات تتناغم مع فتوة ونشاط المبتعثين مع هذه الثورة العلمية والتقنية المدهشة، ويبقى التطلع الأكبر هو كيف يمكن تفعيل واستقطاب هذه الطاقات بعد عودتهم للوطن. ولسان حالهم يقول: وطن إذا ذكروه لي وبي الغليل وجدت بردا، ولو استففت ترابه لوجدت عيشي فيه رغدا. للإخبارية أحمد القرني، نيويورك.